شؤون الحياة. ولقد استمرأ أهل الطمع والجشع أموال الناس بأساليب المكر والخداع، فكذبوا وزوروا وبدلوا وغيروا، لا يكتفرون بعاقبة فعالهم، ولا يأبهون بسوء صنيعهم، ولا يحسبون حسابا لحلال ولا لحرام. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري. معاشر المؤمنين، ومن صور الغش وهي كثيرة الخلط بين البضاعة الجيدة والبضاعة الرديئة. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه فأدخل يده فيه، فإذا طعام قديم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا. ومنها تبديل علامات تسجيل البضائع، أو يضع الجيد من البضاعة في الأعلى ويخبئ الرديئة في الأسفل. ويجب على المسلم إذا باع بيعا وفيه عيب أن يبينه للمشتري كائنا من كان. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. اللهم وفقنا لهداك. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وصية الله الاولين والاخرين: اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. وبعد ايها الاحبه، ومن صور الغش الخطيره التي تجلب شرورا مستطيره وتحدث اثارا في المجتمع وتدميرا، ما يحصل من غش في الاختبارات المدرسيه، وهو في حقيقته خيانه للامانه الشرعيه، وتخريب للتعليم، وتعدي سافر على المؤسسات التعليمية. ولا يشك ذو عقل أن الغش في الاختبارات ظلم وعدوان، وهو بغي وتعسف وبهتان. إذ كيف يستوي من فرط وأهمل وتكاسل مع من وصل ليله بنهاره بجد ومثابرة، وقام بواجبه بتعب ومصابرة،